Mosaic FM Podcast. Sport Express. مرحبا بكم أيمن بن أيوب. جول الكلوب أمضى رسمياً لمدة 3 مواسم على طوال. نذكروا لبن أيوب كان يلعب في ترجي جرجيس حتى العام 2011، انتقل من بعدها للنادي الإفريقي وينعد عام ما وراش فيه حاجة كبيرة في الحقيقة ومعطاش الإضافة للفريق. والسؤال المطروح حالياً، هل أنه يعني أيمن بن أيوب شنو ينجم يعطي للنجم الساحلي، خاصة أنه باش يلقى قدامه حارس المنتخب الأول أيمن البلبولي؟ الترجي خرج ما عندوش برشا من مطار الجي، طيارته بالمنتظر توصل مع 7:30 تقريبا المطار تونس كارتاج للملعبية باش يمشيو مباشرة النزل في جمرتي عديو غادي ليلة غدوة الصباح حصة في إزالة الإرهاق، بعدها يرجعوا لديارهم. ونهار الاثنين ترجع للتمارين تحضيرا للماتش نهار الأربعاء في البطولة ضد مستقبل مرسى. اسكندر الشيخ أمضى مع الشبيبة شبيبة القاروين لمدة عام واحد إعارة من نادي الإفريقي. السي اس اس صرف النظر على انتداب المهاجم الرواندي اوليفييه بعد ما حصل معاه البارح اتفاق على 3 مواسم في العقد يعني اللي كان من المنتظر يمضيه. في المقابل تم الابقاء على ادريسا كوياتي اللي كان ماشي اعاره للزليزة. بالنسبه لكاميرو داودا تم الغاء عقده رسميا. حمزه التستوري المدافع الايمن للنجم الخليدي والسي اس اس امضى اليوم عقد بموسم واحد مع القوافل. حارس المرمى وليد خليفة هو آخر انتدابات للنجم الخليدي في الميركاتو هذا بعد ما أمضى عقده بعام واحد. البرنامج والنتائج في البطولات الأوروبية اليوم نبدأ بأخبار ملاعبيتنا في البطولة الألمانية الجولة الثالثة. هانوفا ربح بردر بريم 3-2. كريم حقي لعب ماتش كامل مع هانوفا خذ ورقة صفرة في الدقيقة 8 مع 7. الجولة الخامسة من ليغ اون باستيا تلعب ضد إيفيون. الزوادي المباركي موجودين مع المجموعة، خليفة يتغيب على المقابلة هذه 7. زادة نيس يلعب مع بريست فريق عمار الجمل فر توقيت. في البطولة البلجيكية سيرك بروج يلعب ضد لوكارين فريق حمد الحربوي. في الليغا الجولة الرابعة برشلونة يلعب اليوم مع 7 ضد خيتافي والشوك مع 9 متعليل بين ريال مدريد وإف سي سوفي. في إيطاليا الكالشو الجولة الثالثة أتلانتا مع الميلان بمقابلة تبدأ 8:15. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. Mosaic FM Podcast.